رجالة اخواتي اللي مني حبايبي، عاملين ايه؟ مبدئيا كده استنوا كده بس اللعبة بتحمل ونخش اوريكم اخر التطورات في التشكيلة اللذيذة بتاعتنا. كنت بعمل المهمة اللي هي ملهاش اي 30 لازمة، واتمنى وعارف اللي هو ايه، انا قسما بالله ندمان ان انا ضيعت وقت فيها او لعبتها اصلا، اللي هي مهمة المهمة الوحشة دي بتاعت الهيروز. ثواني اوريها لكم، ثواني اوريها لكم المهمة دي، يعني فاهم الايفنت ده وحش بشكل مبالغ فيه. انت اصلا لما هتخلص هيجي لك مفتاح، المفتاح هتفتحه هتخش تعمل مقايضة بحوالي 30 مليون. طب يعني ليه؟ ما انا ممكن اشتري لعيبة احسن بكتير يعني، فليه 30 مليون؟ ليه الحوارات؟ ليه يا اي اي سبورت الحوارات؟ ليه بتلبسونا حوارات؟ شايفين اللاعب ده؟ اللاعب ده انا اشتريته وطورته، يعني انا قلت لكم ان انا هعمل فيديو لما اجيبه، فاشتريته وطورته، ادي اهو طاقته الدفاع 122، بيدافع حلو قوي، الرشاقة بتاعته حلوة، يعني السرعة بتاعته كويسة، التمرير بتاعه حلو، يعني شغال 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 ايه، فايه الدنيا تمام لحد دلوقتي. منزلش السي دي ام يشد عيني لدرجة ان انا او اوفر وعالي، انا عايز اشتري سي دي ام اوفر عالي. تعالى نلعب ماتشات كده، وقبل ما نخش كده عايزك تدعسنا اللايكاية وتسيب لي كده في الكومنتات حاجة حلوة، ولو مش مشترك في القناة اشترك، عشان يعني نفسي اوصل 2000 مشترك، يعني نفسي اوصل 2000، يعني كل يوم بروق عليكم اهو، ده انا حتى داخل ضد واحد 121، فصباح الفل يعني، هنتدغدغ جوه اه، بس يعني دعسني اللايكات ظبطني كده، روق علي، روق على اخوك ده معاه خلط يعني، صباح الفل. المهم انا كامافينجا مش عايز ابيعه ولا توريس، لان لحد دلوقتي ما نزلش لا سي اي ام، يا لهوي ايه الواد اللي انا نزلت ضده ده، ولا سي دي ام كويس، يا نهار اسود ايه اللي انا نزلت ضده ده، حتى حاطط هازارد على العالم. هوطي صوت اللعبة معلش، يلا ونعملها هجوم ونشوف هنأدي ازاي. ايه هو ده؟ والله العظيم قسما بالله انا ما عارف ايه هو ده، ولا الواد عارف ازاي الكرة اتاخدت منه. انا مش عارف اللي حصل بجد، مش عارف اللي حصل. هازارد في عك بيحصل يا رجالة صح؟ بجد في عك بيحصل، حد حاسس باللي انا حاسس بيه؟ خد، خلي بالك كلوبالي ده جتة، نازلين ضد كلوبالي ده جتة، مش عارف ليه حاسس الجيوستيك بتاعتي فيها مشكلة، الجيوستيك اللي هي بتتحرك بتاعت الاتجاهات دي فيها مشكلة. اوه بابا بابا يا سواريز، جامد يا سواريز، والنبي خلص يا توريس، والنبي خلص، ايوه كده ايوه كده، روق علينا يا عم توريس. انا مش عارف ابيعك وربنا، وربنا ما عارف ابيعك، مش عارف ابيعك واجيب مين مكانك صانع العاب، يعني كنت بفكر اجيب نكونوكو بس الاوفر بتاعه قليل 99. انا خلاص احنا داخلين على جيل اقل اوفر فيه في التشكيله لازم يكون 100 يعني، فانا مش عايز اشتري لاعب غير لما يكون 100، عشان وقتها هنقول له ال 20 رانك. فمين انا بتكلم في ايه؟ هو الواد روبرتو كارلوس ده ار بي ولا ايه اللي بيه؟ عشان عايز اعرف ان شاء الله. ار بي يا نهار اسود، انا كده لبست خازوق عنب، المفروض ابيع الار بي اللي معايا، والله العظيم اقسم بالله ده سؤال مهم جالي دلوقتي، يعني جالي دلوقتي وانا قاعد بلعب معاكو يا اخواتي يا حبايبي. خد، لا انا كنت عايز اديها ال اوف، كنت عايز اديها الراشفورد عشان يسكحها ارتو، بس قشطة يعني. كانسيلو ما بحبوش ليه، والالتيميت بخاف منه، يعني انا ما بخافش من الدون، ما بخافش من الدون. ما تخلص يا عم وبتلعب يا عم، ايوه كده ايوه كده، عاش. اها انا خنتك امبارح والواد عملها هجوم، عملها هجوم، عايزين نزعله، ننزل كيزا، ننزل كيزا هنا ماشي. لا 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 خليك زي ما انت، زي ما انت، زي ما انت، خلي كيزا بس كده، ايه نخلي راشفورد زي ما هو يعني، عشان انا خلاص يعني. بصوا كذا كذا كهجوم افضل،
كذا كهجوم افضل، هما قريبين من بعض بس كذا افضل كهجوم عشان كذا كده كده متطور 25 رانك، تطوير الرانكات ده بيفرق يعني حرفيا بيفرق فشخ. يلا 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 يا تورس، يلا يا تورس، يلا يا تورس، اول ما يقربوا عليك اخلع. ايوه يا تورس حاول. ايوه بس كده، لبسها له لبسها له لبسها له يا تورس. طب ايه؟ طيب انا عايز حد، عايز حد يا هازارد. حرام عليك يا هازارد، انا عارف انه غصب عنك يا اسطى، بس يعني مش عارف ليه كده حاسس ان انا فاقد الهوا، يعني الموبايل بتاعي سخن كده والجوستيك بتاعتي بايظه. خلص ايوه، حلوه 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 التيك تاكا دي والمهارات دي. طب يلا انا عايز اطلع ده، اطلع ده عشان لو ينزلوا يقدوا احسن من اللي موجودين. لا ما تطلعش، ما تطلعش بالشكل ده. اوه يا فاران يا جامد، يا فاران يا جامد، اقسم بالله لحقتني يا فاران يا جامد. استنى طب عشان انا خايف دلوقتي. طيب خلص يا ولد على التيكي تاكا ده. يا سواريز، سواريز ما بيجريش، سواريز ما سواريز ما الرشاقة بتاعته مش وبوبوبوبا. يا هازارد يا جامد، اسكا احلى ار2 في الدنيا. اوه على الجمدان. اوه بص 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 الحلاوة، بصوا الحلاوة في المقص. ار2 معلمين. لو عايزين اعمل لكم فيديو ازاي تهاجم، هيكون في قصة الار 2 دي ازاي تعملها صح، ممكن اعمل لكم فيديو، ممكن اعمل لكم فيديو كده حلو يعني بكرة كده ولا بتاع. الواد خلاص يأس، الواد خلاص يأس، فاهم؟ الواد خلاص يأس، قال لك لا خلاص زعلني يعني. اوهو يا رباه يا رباه يا رباه، اه يا رباه. لا بس انا ايه، انا عملت حاجة غلط بس محدش يعملها، انا بس انا بجربها يعني. بس خلاص خلصت، ما خدتش بالي، خدتش بالي ان الماتش خلص. يلا 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 نشوف خدنا كام. اوهو يا رباه يا رباه، حلو خدنا 8000. طب كنت اكمل المي، كنت اكمل المي ده. انا في اللايف، في اللايف زعلوني والله امبارح. الحمد لله دينا اهو دخلنا ايه اجمالي الخمسميات، فلحد ما مقبول قشطة. فيلا ونظبط الدنيا تاني، وانا هكرر تاني وعيد تاني، محدش يعمل المقايضة بتاعت مشوار البطل ده. بس ف خلاص الرجالة نقفل على كده، وان شاء الله نعمل فيديوهات تانية. يلا سلام عليكم.